كل مصيبة تحصل في البلد تبقى الحكومة مسؤولة عنها؟ يا أستاذة هبة أنا عاوز أسألك، الحكومة هي اللي قالت للناس دي تركب مراكب هلكانة عشان تغرق في البحر؟ دول ناس خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية وبعيدا عن المنافذ الشرعية، دي في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون. يا قلب في مثل بيقول إيه اللي رماك على المر قال اللي أمر منه، البطالة والإهمال والمحسوبية نفس الظروف اللي أفرزت التطرف الديني قبل كده. لا 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 يا فندم، في ناس غرقوا في البحر ولا لأ؟ في ناس غرقوا أيوه، بس السؤال هو غرقوا ليه؟ أنت مش عارف إيه ده؟ كريم الموزة بتاعتي بتتفرج على نفسها؟ أنت صحيت؟ أول ما حسيت إنك مش جنبي صحيت على طول. أنت إيه اللي صحيتي؟ كابوس يا ساتر، انت ليكي بس متوتره شويه. بس انا بقى خليكي زي الفل. كان نسيم وزبلي، لكن عندي هنا بقى كلهم عايزين يبقوا مديرين عمر. يا ساتر الوزير، تسمح لنا بقى ناخد شويه اتصالات؟ اتفضل. معانا ممدوح من بني سويف، اتفضل يا ممدوح. يا استاذ انا عاوز سياده الوزير يفيق الناس بالكلام اللي بيقوله. انت عارف ان المصيبه كبيره، احنا مش عاوزين نشتغل مديرين عموم، عاوزين الشغلانه تحفظ لنا كرامتنا والدخل بتاعنا يكفي نجيب فيها لقمه عيش. انا ما زلت عند رايي، شوفي الكسل والطمع والجشع وعدم الرضا هم دول المسؤولين عن الهجره غير الشرعيه. سياده الوزير في مثل بيقول مفيش قط بيهرب من الفرح. يا استاذه هبه احنا ما عندناش قطط، احنا عندنا بني ادمين وكلاب كمان يا فندم. الرئيس بيقرا مقالتك دايما ومبسوط جدا من الموضوعيه بتاعتك. ده شرف كبير يا فندم. انا عموما بكتب اللي انا مقتنع بيه وبس. اكيد وصل الكلام انه في تغيير في القيادات الصحفيه الايام دي. والله يا فندم احنا بنسمع، وبصراحه سمعنا كتير قوي، بس يعني شوف التوقيت مهم في كل حاجه، وبعدين تعيين قياده صحفيه جديده حاجة مش سهلة. طبعا وليه اعتبارات كبيرة قوي. وانت ازيك؟ انا تمام الحمد لله. والمدام ازيها؟ بخير يا فندم. انت ايه رأيك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطة قناة الشمس؟ وبصراحة البرنامج مش قد كده. يعني بتشوفه احيانا. وبتقول ايه للمدام بقى بعد ما تشوف الحلقة؟ بجاملها احيانا. بتجاملها؟ بس في العموم بقول لها على الملاحظات السلبيه الكتيره قوي اللي موجوده في البرنامج ده. هتقول لها على ايه ولا ايه؟ البرنامج كله سلبيات. وين حقيقي؟ هي مش عارفه صاحب المحطه ده مين ورا؟ شكلي كده اروح البيت اطلقها، رغم اني بحبها قوي. لا لا لا، احنا مش عايزينك تطلقها ولا حاجه. احنا عايزينك تهديها شويه. بدل ما يهيج علينا. انا جاي ابشرك بشرى خير ان شاء الله. انا شفت لك رؤيه عظيمه، انا صليت الفجر جماعه في المسجد ورجعت البيت وعيني غفلت الرؤيه يا استاذ كريم انك بقيت رئيس تحرير الجورنال. يسمع منك ربنا يا سيف. بعد اذنك يا قمر هروح اعمل حاجه وراجع على طول. واقف ليه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل ارتاح. اهو كده يا راجل. اللي قول لي، هي رؤيه كانت عباره عن رئيس تحرير بس ولا رئيس مجلس اداره كمان؟ يا جماعه دي احلام، مجرد احلام.
مش كده يا استاذ فهيم؟ ازيك يا انجي؟ صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير يا كريم. كريم وحياتك افتح لها الستاير خلي نور ربنا يدخل. صحيح مبروك. على ايه يا احمد بيه؟ سمعت انك بقيت رئيس تحرير في الحلم. زميل حلم احلام يا احمد بيه. بس انت فرحت بالحلم ده مش كده؟ دي خزعبلات يا احمد بيه. هو في احلام بتتحقق الايام دي؟ على كل حال يبقى خلي اللي احلم لك الحلم ده ينفعك. لازم تعرف يا ابني ان انا اللي برشح مين اللي هيقعد على الكرسي ده بعد مني. ايه مستني حاجه؟ انا اذنك. حبيبي طبعا مصلحتك تهمني. اذا كان عليا انا مش عايزاك تبقى رئيس تحرير، انا عايزاك تبقى رئيس جمهوريه. لا بلاش رئيس جمهوريه، اي رئاسه تانيه الا دي. ماشي اي رئاسه تانية بس بعيد عني. مش فاهم. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت عادي جدا. انك تتنازل ان الحاجه تتعامل باحسان. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني ولا ايه؟ كام حلقة بس؟ خفاف، زراف، لطاف. الراجل النهاردة الصبح كان عاوز يطلب مني كده صراحة. راجل مين؟ صاحب الأمر والنهي في الموضوع ده. ساعديني الفترة قصيرة. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا. المساكين والعيالين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من موالي البايخ ده. صح عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسمون في مي والكافيار والحياه الهايله. انت صح يا حبيبتي. انت صح. انا بقول لك بس لفتره. لفتره صغيره. ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلك. بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح ليك شعبيه، ناس بتقرا لك تحترمك تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا له سطر. لا يا حبيبتي البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس. كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي فتح لي البلد من رجال اعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانية. نجاح لمبه منوره زي دي، لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه بنتي وجوزك مش حصان وفرس هتسابق مين يكسب؟ وبصراحه بقى حياتك الزوجيه اهم من شغلك. ليه ما يكونش الاثنين بنفس الاهميه؟
بطلي حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغلوا. اه بحب بس كابس على نفسي. الراجل قال لك تساعديني وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك زي ما قال لك كام حلقه خفيف لطاف، مش احسن من البرنامج كله يتلغي؟ ابعدي عن اللعب الخشن شويه على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس، ودي جوازتك الثانيه، يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. استاذه اللي البلد مالهاش سيره للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس عامل ايه؟ ازيك بيعلى لما بتنورينا يا فندم. ميرسي ربنا يخليك. اه شوفي الشيخ يا لطيف، مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميل، مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانيه. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظي يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام، تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل، عايزه واحده، وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه. أيوة. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله، عايزين من ده كتير ان شاء الله. التوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة، أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة، الحكاية أصل إحنا محدش بيشوفنا. بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي. عايزين نشوف إيه بالظبط؟ أنا متأسفة يا أستاذة، الظهر إن أنا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد؟ انا مقسومه 2. فهميني قصدك ايه. ممكن تتخذ فيه تتعرضي للسرقة وللضرب. لانغوستين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا. يا سلام. وطيبين جدا جدا جدا. انا ناوية اعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشه في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزباله وروايح وحشرات وحاجات بايخه. انت عاوزه تعملي لنا فته اجتماعيه؟ تحريض الطاقات على بعضها. انت عاوزه تودينا في داهيه؟ مش انت اللي مش عايزني اتكلم في السياسه؟ طب اللي انت بتقوليه ده كله سياسه. تقدمي في حاجه دي حكومه لا تلام عليها.
اجتماعيات شوية اجتماعيات كده. تعبان كده مع الجايه من السياسه اللي انت عايزه تغيريها. لا لا معدل الزيادة كل يوم عليها والاعلانات فترتها. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم صح. هبه بتتكلم صح. يا حاجه بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول اتعملوا. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس. والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايز اقول لك حاجه. طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسر. هدا واللي انت شايفاه غلط بقى احنا هنعمله. اه ساكت انت، انت مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المرأة، في مقالة النهاردة مهاجماكي بوم شديد شوية. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسة عنك، هو لازم برضو يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعية. كبري دماغك يا ستي. هبة، هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. انت اللي متردده ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك هتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل ايه. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال. وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبك. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه، طبعا حباه. انت في شغلك طول النهار وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. حاجة الوحيدة اللي بتجمعنا السرير. الكلام ملوش معنى ده هبة. بالذمة ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه، احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. بس كان هو ما سلمش عليك يا كريم. ما شافنيش يا هبه، انت عارف الراجل مركزه. عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وهرجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك جو باك. انا عايز اعرف انتوا ليه مدلبقين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى فيه مصداقيه. بس هي لانك انت انا مش كريم بس احسن صح. حمد باشا، انا عاوز سيادتك تدعمني. ايه بالظبط كده؟ حضرتك عارف ان في حركه تهويه في المؤسسات الصحيه وانا مرشح. قصدي يعني احد المرشحين لمصر الاسلاميه. انت رئيس التحرير. أمريكا الصحافة يعني ده صعب الحقيقة. هنا الصحافة يعني أراك. هبة، قدري الظرف اللي كنت فيه. الراجل واصل وكلمته مسموعة ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهورية. اه صح، ما عنده جناحات بيطير بيهم يا كريم، بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزة والناس ما بتتفرج عليا. انا مش فارقة يا اخي. بس مش ضروري يعني يا هبة كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار.
ايوه يا رشدي، ازيك؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه البرنامج يقع، لازم نفضل محافظين على المكانه اللي احنا وصلنا لها. وشوف ايه كمان بقى، انا مش عايزه معدين، انا اللي هعد البرنامج بنفسي، عايزه ارجع صحفيه تاني. ايوه ما فيهاش حاجه يا اخي، عايزه اشوف بني ادمين حقيقيين. لا لا يا رشدي، انا عندي موضوع، كلمني واحد صاحبي دكتور نفساني عنده حاله في المستشفى ومستعده تتكلم في البرنامج. هو رايه ان ده مفيد ليه صحيا طبعا، امال ايه. لا لا لا، هروح لوحدي. جامعة القاهرة. على أيامي كانت الجامعة حلوة كده زي اللي في الصورة. أنت عرفتي إزاي إن أنا بص على الصورة دي؟ دي كنا في رحلة للهرم. عارفة مين اللي ماشي قدامي ده؟ محمود سعد المذيع. بس هو أكبر مني بسنتين. قولي 10 كده. دي لما اشتغلت في الفندق. الزمن ما بيرحمش حد. ليه كده يا اماني؟ ما انتي لسه زي القمر اهو. كل الصور دي مش شايفه لك صوره مع فتى احلام، حبيب، عاشق. ما هو انا لو كنت لقيت حبيب كنت صورت معاه بدل الصوره 10. عندي صور مع اصدقاء زملاء، لكن حبيب ما فيش صور ولا حتى في خيالي. معقول كل الرجاله اللي في الدنيا دي وما لقيتش راجل تحبيه؟ مش غريبه دي؟ حبيت وكرهت. هاي تحبي نتكلم في الموضوع ده؟ بدل ما انت قاعده ما بتعمليش حاجه كده اعملي لنا فنجانين قهوه. حاضر يا امان. مش من هنا، من هنا. كلميني عن حياتك العاطفية، الرغبة الجنسية يعني حاجة طبيعية. بصي أنا جبت دي عشان ألبسها وأنا طالعة عندك في البرنامج. إيه ده؟ جبتيها منين؟ اشتريتها. باروكة بيضة يا أماني. أمال أجيبها يعني لونها إيه؟ فستقي وقار وقار. هي فعلا وقورة عليكي جدا. ها ناوية تتكلمي في الموضوع ولا لا؟ اه طبعا ناوية. يا اماني انتي كنتي شغالة في ترين تارد، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجة؟ ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحدة ست. أنا عجبت رجالة ياما، لكن مين حبني عشان أحبه؟ حكاية إن الست تبقى في حضن راجل دي مش سهلة خالص. وبعدين أنا عمري ما كنت في فاترينا، عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، أنا ما رضيتش بقى إلا من الحب بس ما لقيتوش. والعذرية مالها؟ أنا عذراء. أيوه ليه؟ أنت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار إن شرف البنت زي عود الكبريت، ولا على اعتبار إن ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، إن أنا ما كانش عندي حياة جنسية، فكان لازم أكون عذراء. هبقى غير عذراء إزاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. أيوه فارس الأحلام كامل الأوصاف. ما تتريقيش. آه فارس الأحلام كامل الأوصاف، راجل يحطني في عينيه وأحطه في عينيه. ليه لا؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجة إنسانية، محتاجين حد يملأ قلبنا ويحضننا. آه طبعا حنان حلو قوي، بس المهم إنه ما يخلصش البنيات في الآخر. مالي كده نصراي؟ في ايه؟ ظهري بيوجعني من وانا
عندي 17 سنة لغاية 27 ما قلتيش كان عليا زحمة، بس زحمة الفرجة بس. واللي أنا حبيتهم كنت عارفة إن هما بيحبوني، خافوا مني. اللي يقول يا عم دي عايزة الواحد يسيب شغله ويشتغل كفير عليها، واللي عايز يخطف خطفة ويجري حسب شطارته، ده طبعا بقى يغرق عروض العرب والأجانب. اللي أنا مش قادرة أتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثة في الخمسة يقول لي تتجوزيني، من وأنا بقى عندي 27 سنة لغاية 37 كل حاجة. نساء أماني؟ لا يا دكتور، كل الرجالة اتفقوا على رأي واحد، واحدة زي دي تقعد لغاية دلوقتي من غير جواز ليه؟ أكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسية يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الأحلام، وأحياناً كنت بتعب نفسي. قد كده في مصرية بلاش أباحة. ومن 37 ل 47 ايه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على اني عانس، حتى نوعيه العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضو اتغيرت. اماني لو تقدم لك عريس دلوقتي تعملي ايه؟ لا خلاص بقى، يفيدني بايه الجواز دلوقتي؟ الجنس مستحيل اهين نفسي واتجوز شاب صغير استنزفه جسديا ويستنزفني ماديا، وهيفضل مش طايقني، ويمكن يعرف عليا بنت صغيره بفلوسي. مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب يعني يبقى في سني او اكبر بكام سنه، يعني نقعد جنب بعض على الكنبه نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ عايزه افضل هنا في المصحه، هنا مش لاقيه صعوبه اني اتفاهم مع اي حد، كل واحد بيعزف نغمته، ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير. برحب بيكم بجنانجي، نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم ونسبح بعيدا عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب، وأم الولد وأم البنت، وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف، مع أني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي، أحييها على شجاعتها. منذ أن شعرت بأنوثتها قررت ألا. شجاعتي؟ تقولي المجنونة دي؟ فظلت تبحث عنه وتبحث عنه إلى أن انتهى بها المطاف في مصحة نفسية. دعوني أرحب بالإنسان التي قدرت نعمة الإنسانية. اهدي بس يا مدام أماني، دي كلها شك الدبوس. بكره الدبابيس وكمان ما جبتش الدواء بتاعي. معلش يا فندم، انا اسف على ازعاج حضرتك، انا عايز اطمن بس حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لا؟ كلام في الحب ومشاكل العشاق، لا سياسه ولا هم ولا غم ولا اي حاجه يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، مع الف سلامه. مع السلامه. انسه اماني، من غير مقدمات انا عايز اعرف ازاي الحب يوصل الانسان لمصحه نفسيه. مش الحب بس، كل حاجة حوالينا دلوقتي في البلد دي لازم توصل مصحتها النفسية يا هبة. الله يخرب بيت أبوك يا شيخ. بلاش كل حاجة حوالينا، اعملي معروف، خلينا في الحب بس. ها؟ إيه مشكلتك معاه؟ أنا مستهدفة من وأنا عندي 15 سنة. عجبني التعبير. بس عمر ما سمحت لنفسي إني أكون هدف لأي حد. طب الأول يا أماني كلمينا عن حياتك الأسرية والاجتماعية. أنا من بيت مصري متوسط، يعني تقدري تقولي كده مبسوطين. خريجه كليه اداب قسم انجليزي، وكمان درست فرنسي وايطالي. انت بتشتغلي؟ لا دلوقتي، لا بعد المصحه. لا لا، انا شفتك بتشتغلي في المصحه. ده انت ما بتكنيش يا شيخ. انا اشتغلت قبل ما اتخرج،
اتعينت في اوتيل 5 نجوم وظيفه في الاستقبال، وبعد ما اتخرجت من الجامعه بقيت مديره العلاقات العامه في نفس الاوتيل. يعني الجمال والاناقه واللغات كل دي مؤهلات تميزك عن اي حد تاني في اي وظيفه. انا ايام شبابي كانت مصر لسه من غير حجاب. يعني ايه يا اماني؟ طبعا مش قصدي الحجاب اللي بيتحط على راس الست، انا قصدي حجاب العقل الدماغ. انت شايفه ان مصر دلوقتي محجبه؟ يا نهار ابيض، بألف حجاب وحجاب، وكل حجاب شكله ولون. وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. انا عايزه اقول لحضراتكم ان في القرون الوسطى كان في حاجه اسمها حزام العفه بيلبسوه الستات. لا بس ده مش موضوعنا يا اماني خالص، رجع تاني النهارده لكن بشكل مختلف طبعا خالص. يا الستات في القرون الوسطى كانوا بيلبسوا حزام العفه على ال ايه بقى وليس الاداب يا ماما. ايه بقى فاضل على الدماغ؟ لا 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 يا اماني ما ينفعش، مش معقول يا اماني، مش اي حاجه كده تتقال على الهوا، حرام عليكي. عموما رايحين فاصل وهنرجع لكم تاني. اقفلي المايك يا اماني. يعني ايه؟ تعالي انت عايزه تمخوليني، مش انت اللي قايله لي ان انت اللي عملتي لنفسك حزام عفه؟ لا طبعا انا كنت عفيفه بجد، وانا كفرت. قبل الفاصل جالك الارمل والمطلق وابو كرش واللي مفاصله بتوجعه والبخيل والاناني. عادي كنت برفضهم ونزعل انا وماما ونتخاصم شويه وبعدين نهدى ونرجع نصطلح تاني، لغايه ما حصلت المصيبه الكبيره. كان يوم اجازتي من الشغل وماما صممت ان انا اوديها النادي، مش عارفه ليه، مع انها عارفه ان النادي ده بقى حاجه سخيفه جدا، بس هي صممت لحاجه معينه في دماغها انا ما كنتش عارفاها. بقى انت مش عارفاها يا اماني؟ مش مصدقاكي. المهم ان انا طوعتها. انا عايزه اخد لون، ما تيجي تقعدي مكاني وانا اقعد مكاني. حاضر. هو انت هتفضلي تقري كده على طول؟ وفي ايه تاني ممكن اعمله؟ تمشي رجليك، وبالمره هتشيلي معاكي جورنال ولا مجله تسلى فيها. حاضر. على 7 بالليل الا طبعا ايام الاجازات، ساعات بضطر ابات. اتفضل. المفروض الهانم الاول. ميرسي قوي قوي. اتفضل يا احمد. سلطه جنبي. بون ابيتي. انا عايزاك تغرف كمان، اصل احنا هنا ما بنعرفش نعزم. اصل الحقيقه بحاول اعمل ريجيم. عرفته الراجل بتاع النادي احمد بيه فضل الله. احمد فضل الله درويش. انا لسه فاكره اسمه بالكامل لغايه دلوقتي. احمد خليكم معانا. احمد بيه درويش. قوم يا استاذ، جايبين سيرتك في التلفزيون. قوم يا راجل، الست المجنونه اللي انت كنت هتتجوزها قبل مني جايبه سيرتك في التلفزيون. كان مدير عام في وزاره من الوزارات اللي ملهاش لازمه. ما احنا قلنا بقى ان احنا على الهوا، انا في عرضك. حاضر. الروب عشان ما تبردش. هتذكر ايه يا اسماء يا سناء؟ ايوه يا استاذ، قالت اسمك بالكامل. احمد فضل الله درويش. ايه التفاؤل ده؟ ما هي اما كده يا اما ارضى بزن امي على دماغي وبكائيات على بختي المايل طول الوقت، بس انا بقى كان ليا شرط. بالطبع ده تشهير ومن حقي رفع قضيه واوديها في 60 داهيه. دي مجنونه، هي عندها عقل عشان توديها وتجيبها؟ اقصد المذيعه يا ماما. واتفقنا نخرج سوا. حلو، احكي لي. عزمني على العشاء. طب ده رومانسي، مالكيش حاجة يا اماني. بس العشاء عمره ما جه. ليه وزاره الصحه شمعت المحل ولا ايه؟ الموضوع اتحسن واحنا بنشرب العصير. انا سيبك. احنا لسه ما طلبناش. اظن دي تحيه منهم. انت زبون مهم هنا بقى. كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا. اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15 ألف جنيه. على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء؟ مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير.
على فكرة هنا عندهم نوع لحم فاخر استرالي. تصوري أثناء تربية العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها. أنت تطلب على مزاجك وأنا هطلب على مزاجي. المفروض إن إحنا الاثنين نطلب زي بعض، لأن يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل أكلة مختلفة عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عادة بيبقى بره النظام. أنا هطلب سمك، بس أنا من أنصار اللحوم البيضة. متر؟ أوامرك يا أحمد بيه. أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا مير الراجل. تحت أمرك يا أحمد بيه. بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله. إحنا رغم إشارتك يا أحمد بيه. من ورا فهم. أتكلم أنا ولا تتكلم أنت؟ أنا وأنت مش هتفرق. يبقى اتكلم انا. لعلمك انا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر، وناوي اكمل كده الحمد لله. اما رشحوكي ليه عشان اتجوزك عملت تحرياتي واكتشفت انك زي بالظبط، وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟ شيء طبيعي، وانا خرجت معاك ليه؟ انا قلت كده برضو. تصوري من نظراتك الخجولة ليا. انا شايف ان العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لان في قبول متبادل. بس انا راجل احب المسائل تبقى واضحة، اللي اوله شرط اخره نور. اتفضل. امال احنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الاقل. احب اكون واضح وصريح. يا ريت. اول حاجه عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكته ليه؟ افضل اسمع شروطك كلها للاخر وبعدين نتناقش فيها، وانا كمان بعدها بقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل. انا عندي شقه براح 160 متر تمليك، ثمنها مدفوع بالكامل. فرشها هيكون عليك بالكامل. بالكامل؟ ازاي يعني؟ شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل. ماشي الحال. عشان كده انا كتبت مبدا المشاركه في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحي لي ان انا اتلوه عليكي. إدارة البيت التنفيذية حق مطلق ليكي، لكن الإدارة السياسية بتاعتي. مش فاهمة. يعني مفيش أي صغيرة أو كبيرة تتم في البيت إلا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ. وكمان أنا اللي هطبخ. أنا راجل أحب أكل من إيد مراتي، وما أحبش الشغالة تبقى في البيت. أوعى تكون بتتكلم جد، أمال مين اللي هيعمل شغل البيت؟ أنا وأنتِ. انت هتغسلي وانا هاكلي، انت هتنظفي وانا هلمع، وهكذا. وماذا بعد؟ انت قلتي ايه يا حبيبتي؟ وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه. بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف. مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير. كوافير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه. منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف. احنا بيت واحد، يعني عربيه واحده. انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي، ونجيب عربيه جديده، وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت. طب فرضنا. وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟ وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، واذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والامر لله. اخد تاكسي وامري لله؟ ليه العربية ما تفضلش معايا؟ أخاف عليكي من السواقة يا ماما. عندك شروط تانية؟ اتفضل قول. هي مش شروط، ولكن هي أمور إنسانية من الواجب أن أحيطك علما بها. اتفضل. ماما عايشة. ربنا يديها طول العمر. عندها 72 سنة. وهتعيش معانا. مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شوية. أهلا بيها في أي وقت. أصيلة وبنت ناس. صدق اللي قال، اللي يصبر ينول. أستاذ أحمد، إحنا قلنا إن في مناقشة.
بس البشاير باينه على وشك. عموما انا جاهز للمناقشه. ايه ده يا ماما؟ انت بتشربي سجاير؟ لما نتفق هبطلها. استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي، بطبخ وانظف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالي يا ماما. كل اللي فات ده انا هعمله وهقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ مهر وشبكه طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياه، في العيشه المشتركه. هبقى جوزك. يعني ايه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزي دي معناها ايه؟ شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشه، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكايه. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه. جوزك يعني جوزك، يعني انت معايا تعاشرني. انت راجل اهبل. اه والله اهبل، يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقول لي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير يبقى من حقي اختار الراجل ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه. اماني، انت ليه وافقتي تيجي البرنامج ده؟ طب انت ناويه ترجعي المصحه تاني؟ بجد هبه كنت هينه النهارده، الحلقه كانت ممتازه حقيقي. عجبتك يا حبيبي؟ هلال بيكلمني النهارده ومبسوط جدا منها، بيقول ان الهانم كمان هتتبسط منها. ايوه كده هبه، الحلقه بجد كانت تحفه. شفت ال بس يا سلام. راجع مش على بعضك ليه؟ انا لا على بعض ليه؟ شايفني عامله ازاي يعني؟ وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه تانية غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ والله انا احب اقدم احسن. انت شارب ايه بالظبط؟ انت اللي غابه ضيعت فرص من ايديك. عرفك ان صاحبه الكشك هتعرف مكان الست. انا كنت متزوجه حد في الدكتور سيد، ومش قالك ان صاحبه الكشك عامل مصدر معلومات؟ قال اصحابي مش صاحباتي. مش انا سيدنا بزعل ولا شيء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين بيت الحاجه ايات. السجانه؟ ايوه. ده ربنا يلطف بيها. يا واد يا مصعب. يا حاجه. تعالى ودي المحروس والمحروسه لبيت الحاجه ايات. فولو مي. شكرا. اسفين على الازعاج يا حاج. انا مش الحاج، الحاجه تعبانه جوه قاعده في البلكونه بتتشمس. حضرتك مدام صفاء؟ ايوه. الحقيقه احنا كنا جايين عشانك. انتوا مين؟ احنا من التلفزيون،
برنامج نهاية المساء بداية الصباح. وانا مال انا ومال التلفزيون؟ احنا عايزين نستضيف حضرتك في البرنامج عشان تحكي حكايتك. حكايتي؟ وانتوا عرفتوا حكايتي منين؟ وعاوزين حكايتي تعملوا بيها ايه؟ يا صفاء ازاي عايزه اعمل ايه؟ مفيش يا ست الستات، دول ضيوف بس ضيوف رزلين. مدام صفاء، حضرتك حالة نادرة، انت تقريبا اول سجينة تخرج وتعيش مع السجانة بتاعتها بعد ما يفرجوا عنها. لا انتوا مش عاوزين الحكاية دي، انتوا عاوزين الحكاية اللي قبلها، الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مدام صفاء يا ريت تقبلي نعمل حوار في الحكاية القديمة والجديدة. بكام؟ هندفع اللي انت عايزاه. مش فلوس. امال ايه؟ هقول لكم، بس قبل ما تقولوا ايوه او لا اسالوا الرئيس بتاعكم عشان المساله اكبر منكم بكتير. الف سلامه يا حاج، ربنا بعد الفرج. برنامج نهايه المساء بدايه الصباح اتكفل بعنادي احسن مستشفيات واكبر تكاليف، والمدام جابت موافقه من رئيس التلفزيون بتاعها. ربنا يستر يا بنت. سلامتك. طيب الاول نتكلم على تفاصيل وعدك في بيت الحاجه ايات اللي هي السجانه بتاعتك. احنا الاثنين كنا محتاجين لبعض، هي ربنا يشفيها ست صاحبه مرض كانت محتاجه اللي يقعد جنبها ويشوف طلباتها ويرعاها، وانا لما خرجت من السجن ما كانش ليا اي مكان اعيش فيه، كان لازم الاقي لي حد اعيش تحت ظله. بعد الاهل ما راحوا واللي اتفرق اتفرق واللي اتغرب اتغرب. بس ازاي بقى في صداقه بينك وبين الحاجه ايات السجانه بتاعتك؟ الحاجه ايات كانت محبوبه من الكل، كانت مريضه وهي بتشتغل، وبعد ما طلعت معاش كانت بتيجي تزورني. انا اكتر واحده كنت بفرح بالزياره دي عشان ما كانش في حد بيزورني. انت كان محكوم عليكي بقد ايه؟ 15 سنه. وجريمتك كانت ايه؟ قتل. غريبة يا صفاء، مع اني شايفاكي انسانة وديعة ورقيقة، صعب قوي الواحد يتخيلك وانت بتقتلي. هي لحظة يا استاذة، لحظة ربنا يكفيك شرها. شرارة تعمل حريقة ممكن تحرق بلد وتنسف عيلة بحالها. طيب مستعدة تبوحي بقى وتفضفضي ولا ايه؟ ما الجرايد ايامها قالت وعادت وزادت، النعجة ما بتحسش بالسلخ وهي مدبوحة. احنا ناس شعبيين، والناس الشعبيين بيعرفوا بعض ويودوا بعض ويخنقوا بعض. ابتدت الدنيا تبقى سودة في اليوم اللي مات فيه المرحوم ابويا، هو اللي كان بيصرف علينا وعلى البنت. امي كانت سبقت ابويا من زمان. أنا الكبيرة وبعدين وفاء والصغيرة هناء، إحنا التلاتة كنا شغالين في الحكومة، لكن ماهية الحكومة ما بتجيبش عيش حاف. أبويا كان مربي واد صنايعي سعيد الخفيف، يومها سعيد كان متشحت، أكيد كان بيسأل نفسه يا ترى الدنيا هتعمل فيه إيه. خير يا بنات؟ شوفي يا شرع الله قمر، انت ليك في ورث ابونا، وابونا ما كانش حيلته غير المحل والبضاعه اللي فيه. الاول هتعملوا ايه في المحل؟ محل ابويا يفضل زي ما هو. ايوه يا عم، اسم ابويا لازم يفضل على المحل. ايوه يا بنتي، انا قصدي مين اللي هيشغله، مين اللي هيدير اموره سواء في البيع او في الشراء. قول لنا الاول لو تعمل ايه في نصيبك ونشوف هندبر امورنا ازاي. انا مش محتاجه اقسم بنات اخويا في ورثهم،
حد الله ما بيني وبين اي حاجه. اذا كان الكلام ده اكيد يبقى يتكتب على ورق. عيب يا وفاء، مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت؟ وماله يا بنتي، يتكتب على الورق وقبل ما اخرج من البيت هكتب تنازل. ده انتوا ولايا وعيب ان الواحد يطمع فيكم. ربنا يجازيك خير يا عم، ده عشاننا فيك برضه. بعدين انت اللي فاضل لنا. يرجع مرجوعنا للمحل. احنا اخدنا اجازه بدون مرتب وبنفكر نقعد بنفسنا نباشر المحل. وانتوا تفهموا ايه في شغل الحديد والبويات والمسامير والمفصلات والكوالين؟ كنا بنسمع من بابا الله يرحمه، والواد سعيد الخفيف طول عمره شغال في الدكان وفاهم في كل حاجة. أهو هنشرف عليه لغاية ربنا ما يحلها. مدام الحكاية إشراف وفي واحد بيفهم في الشغلانة دي، فهقوم أنا بمهمة الإشراف. هاتولي ورقة وقلم أكتب لكم التنازل. اهلا وسهلا ست وفاء، خطوة عزيزة، اتفضلي اطلعي برا، انا عايزاك في كلمة. خير يا ست وفاء؟ انا مش ست، انا الانسة وفاء. اما تكلمني تقولي يا انسة وفاء، فاهم ولا انت ليك رأي تاني؟ عمرك يا انسة وفاء. بابا متوفي بقاله قد ايه يا سعيد؟ بقاله اكتر من 3 شهور. والمحل مفتوح وصحابه ما بيشوفوش منه ولا ابيض ولا اسود. انت بتسرق يا لك؟ الله يسامحك يا انسة، انا اسرق اولاد الحاج سالم ابو الزن؟ ده انا احط ايدي في خزان ما يتنر ولا مد ايدي على قرش من فلاسكو. ما ما بنشوفش حاجه ليه؟ عدم المؤاخذه، السؤال ده مش ليا، السؤال ده تسأليه للمحترم عمك. هو قاعد قدامك بيلعب كوتشينة على المشاريف. معقول يا ربي خير المحل دي على القهوة؟ سعيد، مش ممكن مصاريف الشاي والقهوة والكوتشينة تبلع رزق البنات. سعيد انت في حاجة تانية؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا بنات اخويا. الحقيقة انتوا أساتذة في الأكل. بالصحة والعافية يا عمي. بقول ايه؟ نقول يا بنتي، هو المحل ما بيجيبش فلوس ولا ايه؟ انت عارف المحل هو اللي بيصرف على البيت. قريب قوي ان شاء الله، كلها كام يوم؟ دول 3 شهور يا عم. ايوه، ما هو السوق كان ضعيف ولسه ضعيف. هو انت عرفت ازاي اذا كان ضعيف ولا ما ضعيفش؟ هو انت مش بتقعد على القهوه طول النهار؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ يا مفعوص انت. من غير شخط لو سمحت، هي معلش حاجه غلط. ده انا جاي اتحاسب بقى. عمي مصاريف القعده على القهوه طول النهار مش حكايه، وتمن السجاير بتاعت بلاد بره مقدور عليها، ممكن يفضل لنا حاجه نعيش بيها، لكن تمن الافيون بقى غالي، ممكن ياخد رزق المحل وياكل راس ماله كمان. اقعد لي خلف 3 حربيات زيكم لازم يموت بدري، تكم البلد. مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ ادي مفاتيح المحل. ها؟ اوعى والله لو اوريكم. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجرب ونشرف عليه بنفسي. Thank you.
السلامه يا معلم سعيد. الله يسلمك. اساعدكم ازاي؟ خليك زي ما انت. خمس زوج بضاعه تبقى في المخزن. لكن لو عايزاها جوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا يبقى خلي المخزن اللي بعدين. يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فاضي. يلا. البضاعة دي شاريها نقدي ولا بالأجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على أي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعة في السوق وأنا تربيته يبقى حالنا ماشي. السلام عليكم. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل. الحال مشي معاه بقى عالي العيال. كله إخلاص. كويس ابن المرحوم. نكلم. المرحوم خلف ثلاث سحالي. بنت يا وفاء. بنت يا بنت. في ايه يا عم؟ عايز حق في الورش. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قلة الافيون بتخلي البني ادم يخطرف في الكلام؟ انت بتقول ايه يا بنت؟ بتقول ايه؟ واحد لا راجل يا طيب. دي بنت اخوك. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زباله. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربه. البضاعه اللي كنا شارينها بالاجل سددنا التمن والكهرباء مدفوعه والاكرامات اتسددت وده حقكم 1960 جنيه مكسب صافي. واجرتك يا سعيد يعني ما جبتناش صيت اجرتك. ايوه ما انت لازم بقالك ماهيه وكده يعني. ما يعني هعمل ايه بالماهيه؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وانا عندي 8 سنين. لا المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس وكل واحد اولى بحق. شوف يا يعني نتفق على اجر معلوم يا تاخد نسبه من الارباح. ها ايه يرضيك؟ اي حاجه اي حاجه تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها. طب الاذن انا عشان عندي شويه شغل في دماغي. مع السلامه. ليلتك بتفرق. احنا هنتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. صباح الخير. ازيك يا راجل يا عترة؟ اهلا معلم عصران. اتفضل. الاستباحه بتاع المعلم عصران. يلا خلي عنك انت. دودو نور القهوه يا معلم. فنجان قهوه ساده للحاج فتحي وانا الشيشه وغير كده مفيش. عشان عندي لي حاجة حلوة. عاوزك تعدل دماغك تظبط نفوخك. دي نفحة كبيرة قوي يا معلم. أنا بحب أجيب من الآخر. أنا جاي وطالب إيد بنت من بنات أخوك الله يرحمه. أنا فيهم. اللي تقول أه. كل واحده فينا كانت بتتمنى راجل تعيش في ظله. ويمكن لا بعد اذنك كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند. وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل يعني. انا هقطعك تاني يا صفاء. الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تختشي منها؟ طبعا يا استاذ احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا. يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا. يمكن عشان عمي افيونجي الله اعلم. ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركة عبيطه متقسمه على ثلاث بنات. مش عارف بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا وفاء وهناء
كنا عايشين في الحته مقمورين كامله الفول المجنس، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح. ومقمور في المحل بيبقى حمايه ليك. عاوزة اقول لكم على حاجة بس خايفة يركبكم عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله احنا الثلاثة ولاية، يعني هنبقى ملطشة للقريب والغريب. لازم نتجوز. انا مغزى جرايه صفاء، يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال لي يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ ده خدام عندنا. دلوقتي هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد كده، ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره أسود من قرن الخروب لو كان لمح بحاجة زي كده. الجدع حافظ مركزه وعارف حدوده كويس. انا بس قصدي ان احنا اللي محتاجين، وبعدين ما احنا طول عمرنا معاه. على فكره بقى، احنا بقينا في زمن لا فيه لا كبير ولا صغير، وهو لو اتجوز واحده مننا اكيد هيعيش وسطينا وحافظ علينا اكتر، واللي خاف على مالنا اكيد هيحطنا فوق راسه. حبيبتي لو عايزاه اتجوزيها انت، لكن انا مش احنا اللي هنختار، هو. يعني نقف قدامه احنا الثلاثه ونقول لنا اي واحده فينا؟ لا، بس انا قصدي لو وافقتوا على المبدا يبقى نبطل بقى نتعامل معاه على انه اقل مننا او انه شغال عندنا. بصي، من النهارده مش هشوف وش تاني اصلا. انت ما حدش اجبرك على حاجه، انت غاوية سين. استني بقى عريس شبه عمرو دياب ولا محمود عبد العزيز وابقي اتجوزيه. وعلى فكره هو كده كده هيتجوز، وساعتها بقى محدش عارف هيفضل امين زي ما هو ولا اراضي المحل كله هيروح لمراته. شوية مهما انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت، بس في حياة المرحوم دلوقتي بقى دخولك البيت يجيب الكلام. الظاهر ان الاكلة دي تعويض عن اللي فات كله. بص يا سعيد، انا عايز اقول لك على حاجة كده. احنا عملنا اجتماع، اجتماع قمة كده يعني، وخدنا فيه قرار، قرار بخصوصك. خلاص بقيت واحد منا.
سعيد، هو انت بتعمل ايه في الاجازه؟ النهار بقعد على القهوه وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوه. بس هتعزمني على السينما؟ بس بشرط. اخواتك يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الانسه صفاء. تيجي المحل كله مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي. عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع وكل واحدة فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد أصول، بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب أرسل شو كده طلع المستخبي اللي جواك؟ تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن أبونا وأمنا؟ هو ده بس الإحسان؟ يا نسا وفاء والله العظيم بهزر معاكي، هزار. أنا قلت أتبسط معاكي. وبعدين يعني اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي أنا عايزه إن أبقى في وسطكوا بس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. مش فاهم. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذه. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحده. فهمت؟ بس يعني انت توافق عليا ولا ده ملعوب منك؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ يعني بس عشان انت مبسوطة. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتمكن. انت واقف انت واقف. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش في المزاد. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي. معقولة الفوضى دي يا سعيد؟ المحل مكركب على الاخر. الحاجة دي لازم تتلم وتتنظم كلها ترجع في مكانها، على الأقل لما تعوزها تلاقيها. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب أخلص من زبون ألاقي التاني. أساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجة اللي ملهاش لازمة ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده إيه مكركب وراه؟ عن إذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون الجو حر بدخل المروحة.
ايه رايك يوم الاجازه نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف لان الصفاء خلي الاجازه اجازه. اه انا نسيت انك عندك معاد في السينما. لا حول ولا قوه الا بالله، دي بنت صغيره وتخاف علينا لما تروح لوحدها، وبعدين انا اشترطت موافقتك عشان كده انا استجدعتك. انت فاهم الحكايه؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمع مني الكلام المظبوط بس ده سر. يا سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش. اكبر مني بكذا سنه وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الفرخه الصنفرات فاشله وجديده بصراحه، البعد عنها غنيمه. لما انت البرنسيسه بتاعتي سرعة عشان أمورنا تمشي تمام التمام. طبعا أنا كده على فكرة هتأخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري. ايه يا حلو؟ انت يا اختي هتخشي تسيبي الباب مفتوح؟ اه نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول، ولا بتاع كده برضه. انت شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارميك بره المحل زرق بيت الكلاب. خد صوتك، ان الصفاء الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس
انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. طب اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا، لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقعد انت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا، بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا حاسب لك نفسي يا سعيد، تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائل، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ أنا آسفة صفاء. أمال الحكاية كشفت إزاي؟ ازيك يا غالية يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ ردودك بقت موردة زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفة رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله أكبر عليه، أمين شرطة في مباحث المديرية، شهم وجدع وخدماته مغرقة الناس كلها. أيوة ماله يعني؟ يا صفاء
عين من اختك اللي اصغر منك مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف ان عريس لقطه، اتجوزيه انت. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو؟ ان شاء الله عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك ان هو يتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاكي. ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا العواصف. نوم نوم. يا بنت ما كانش عاجبك امين الشام يا ضايع. بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد. ايوه سعد. ايوه انا بقول لك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شويه. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. انا مال اهلي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. وانا مالي يا غزالي. سعيد طه. وانا مليطه.
عمري ما هتطلع في جردن. كل حاجة وليها الثمن، وكان لازم حد يدفع الثمن، وأنا اللي سددت الثمن، عشان كان لازم أنا اللي سددت. أيوة ليه؟ ليه أنت؟ عشان أنا الكبيرة بس. بس إيه؟ بس عشان أنت الكبيرة؟ القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا التلاتة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والتلاتة اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا استاذة، انا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت ان انا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي، وفي ال 15 سنة دول اتعلمت ان انا ممكن اعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. راح فين؟ بجيب شنطتي. كان مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشنا حياتها انت مصر بتاعتك لما جبنا ست خارجه من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقولك ايه يا كريم؟ اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. انا طلبت ايه البيع علشان اعرف رايه ايه. ما ردش التليفون بتاعه، ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي. هيدوسوا عليا. انا جنبك يا كريم صدقني. الحلقه ما كانتش ليها اي علاقه بالسياسه، دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. هو ده سياسه؟ كله سياسه. مجتمع بيتنقل بستين نيله ده نتيجة حياة سياسية مهببة أصلا. أنا بعمل كل حاجة عشان ما زعلكش أنت وأصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك أنت مش حاسس بكده. قوم يا كريم اغسل وشك واستناني في السرير، حضر سيجارة حلوة، تعالى نفكر في البيبيات اللي احنا عايزين نجيبه. قوم. عايزك تعرف لي ايه حكاية الست دي. مش دي سياسة يا هبة؟ كله سياسة يا رشدي. مساء الخير. مساء النور. انا ليا حجز عندكم هنا. اتشرف باسم حضرتك. ادهم الغرباوي. هو حضرتك اللي بتطلع في التلفزيون؟ احيانا. اتفضل هنا الاول اسمع حضرتك بتشتكي من ايه. شك ايه اللي مش مريحك؟
عندي درس هنا بيقلمني من الحاجة الساعة. حاجة تاني؟ عاوز ألمع سناني. أكيد شفت حضرتك قبل كده. إيه؟ حضرتك مقدم برامج ولا؟ لا لا، أنا مش مقدم برامج ولا حاجة. أنا اللي استضيفوني في البرامج خبير اقتصادي. يا دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان، وعندي مكتب استشاري له فرع في دبي. ده انت على كده زبون في اي بي؟ طب ما انت كل زباينك في اي بي. انا برشحك ليا السفير اسعد صالح، كان زميلي في الجامعه. صحيح الدنيا صغيره. افتح بقك لو سمحت. بالنسبة لتنميع السنان دي مسألة سهلة خالص، أما الدرس فمحتاج تنظيف وحشو، وده هيتم على مرحلة تانية. ولازم بينج. لا بينج النهاردة ما أقدرش، عشان عندي تلفزيون، مش معقول أطلع زي السكرانين. طب ينفع تنظيف؟ ينفع. افتح بقك لو سمحت. على فكرة أسنانك ممتازة. اشمعنى؟ ومش محتاج علاج من أي نوع. كمان زيارة دكاترة الأسنان مسألة مش محبوبة قوي، حتى للناس اللي عندهم مشكلة في أسنان. ممكن أعرف إيه الموضوع؟ حبيت أشوفك عن قرب. بدور على عروسة. بنت ناس تكون على مستوى اجتماعي وأخلاقي. ولاد الحلال رشحوكي ليا. ادي الحكايه. مين هم الناس دول؟ حلفوني ما اقولش، ومش هقول تحت اي ضغط. يعني انت كنت جاي تعاين؟ انا ما اختار شريكه عمر. محمد امسك العصايه، ومبسوط بيكي جدا. وطبعا اتجوزت قبل كده واحدة ست أمريكانية، زوجة ممتازة، تحبني وأحبها، ست مدهشة. طب لما الحكاية كده انفصلتوا ليه؟ ما استحملتش العيشة في مصر. في الأول كانت فرحانة طبعا، بس فضلت الحكاية تصغر 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 لغاية لما قلبت بنكد. محمد، أنت قلت لي وظيفتك إيه بالظبط؟ هي بيني وبينك مش وظيفة واحدة، يعني أنا عضو في مجلس إدارة بنك المال والتجارة، مسؤول عن مجموعة من الشركات، ومستشار لوزير في المجموعة الاقتصادية. إيه بتضحكي ليه؟ العربية اللي أنت جيت بيها دي عربيتك؟ آه طبعا. ليه؟ لا، عشان حساك بتبذل مجهود خرافي عشان تبان متواضع. ملابس الفروسية دي بتاعتك؟ أصلك بتركبي خيل هايل. يعني أنت مستعد تتجوزني على القناعة؟ فورا ازاي بس؟ هي كرواتة عجبتك وحتدخل تشتريها؟ عشان ما حدش يخطفك مني. أنا من عيلة ليها سمعتها، وكل ناسها محترمين قوي، وأغلبهم شغال في وظائف محترمة قوي، القضاء، الهندسة، الطب، الداخلية. فطبعا ما كانش ينفع أتجوز من غير كل دول ما يعرف. المهم كلهم مفهوم، هي مشكلة واحدة بس، الفيلا. الفيلا اللي كنا هنتجوز فيها كانت تحت التشطيب، والفيلا فعلا موجودة وأنا شفتها وكانت فعلا تحت التشطيب. في الأول قلنا نأجل كل حاجة لغاية بيت الزوجية ما يكون جاهز،
موضوع ان اتجوز في شقه مفروشه كان مساله مستبعده تماما، او حتى اننا نتجوز ويجي يعيش معانا في الفيلا بتاعتنا برضه مساله مستبعده تماما. هو كان عايش فين في الوقت ده؟ في شقته اللي كان متجوز فيها. ما كانش ينفع تعيشوا فيها انتوا الاثنين؟ لا، نفسيا ما كنتش اقدر، وكمان دي شقه صغيره جدا، والمفروض ان الواحده مننا لما تتجوز مستواها الاجتماعي يعلى مش يقل. مش كل امهاتنا قالوا لنا كده؟ المهم اتجوزتوا، اتفقنا على حل وسط او حل يرضي جميع الاطراف، اننا نكتب الكتاب اولا عشان هو يبقى مطمن ان مفيش حد هيخطفني منه، وكمان اهلي يبقى مطمنين لما اخرج معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. الأنسة البكر الرشيد. الأنسة البكر الرشيد. ناهد خير درويش. ناهد خير درويش. على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وعلى صداق قدره. وعلى صداق قدره. 2,000,001. 2,000,001. 1 جنيه الحالي منه. الحالي منه جنيه. و2,000,000 مؤجل. و2,000,000 مؤجل. أمام الحاضرين. أمام الحاضرين. وألف مبروك. بس بشرط أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل بين الراجل والست حتى وهم متجوزين مش هتحصل بينا. والشرط ده بتاعي أنا. مش شايفة إنك قاسي قوي على نفسك؟ أنا تربيت كده وكلنا في العيلة تربينا كده، ف المهم كتبنا الكتاب وابتديت فعلا أحضر الجواز، وبقيت أنا المشرفة على تشطيب الفيلا، وأقول ده جميل وده محتاج تغيير. لازم ندور. لا 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 مش عايزين نخلص. انا حابه ده. ده في يعني المكتب، بس المكتب الارضيه. انا شايفه ان ده اكتر. بس ده كنت سعيده فعلا جدا. كنت شايفه انه ربنا رزقني بعريس ما كنتش احلم بيه، لغايه ما العماره دي فيها الشقه بتاعت امي، لازم اطلع اطل عليها. شقه امك؟ لا، ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده إن شاء الله، في إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ أنت مراتي؟ ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخل. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانت كمان محتاجه ده لحق مشروع لينا احنا الاثنين. انا ما باخدش حبوب، ما انا هعمل
تخافيش، انا عامل حسابي. حصل، ما اقدرش انكر انه كان لقاء جميل ولذيذ ومدهش. على قد ما كنت خايفه ومتردده الا اني انبسطت. بس انا قلت له دي اول مره واخر مره. بصراحه كنت بفرح لما بيقول لي شقه ماما وحشتني. عمري ما روحتها الا ورجعت مبسوطه لغايه يومنا كده. على فكره يا ادهم، احنا لازم نعمل الدخله في اسرع وقت. ما انا مستعجل المهندس اللي بيشطب الفيلا. يا حبيبي مش مهم الفيلا، انا مستعده اتجوز ان شاء الله في شقه امك. ايه سبب التحول المفاجئ ده؟ سببه اني حامل في شهرين، ومن هنا ورايح بطني هتبتدي تعلم الناس. حتى بقول ايه يا ناهد، اعرف منين ان الحمل بتاعك ده مني؟ انت اتجننت؟ انا راجل عقيم ما بخلفش. كان ممكن تفضلي محترمه وراسك مرفوعه، بس انت اللي جبتيني نفسك وخدتيني في الرجلين وراكي، فضحتينا. ماما ده جوزي، جوزي العقد الشرعي وعليم العيله كلها. والمصيبه اللي ما بعدها مصيبه انه ما بيخلفش. يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت اضرب بنتك. ما هو يا انت كدابه يا هو نصاب. لا لا، انا عمري ما كنت كدابه، ودي اول علاقه ليا مع راجل. انا مستدينه مريم عشان احمل بنفها من روح ربنا. يبقى هو مجرم، طلبي منه الطلاق، بعد كده المستخبي حيبان. طلباتك يا دكتورة ناهد. حكاية انك ما بتخلفش دي الحمد النووي ممكن يثبت لك الحقيقة ويأكد لك ان الجنين اللي في بطني ابنك. انا عاوز الطفل. ابوه اولى بيه. انت ابوه. لو كررت الكلام ده كمان مرة هعتبرها اهانة وهحاسبك عليها. قسوة.
خلاص طلق. وكرامتي؟ كرامتك؟ مالها كرامتك؟ انت عارفه لما الست تخون جوزها بيبقى شكله ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ 3 مليون جنيه. انت مش محتاج تبقى نصاب ولا صياد عوانس، ليه بتعمل كده؟ هو اللي يحاسب مراته على خيانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس؟ 3 مليون دول تمن الاهانه يا دكتوره. دكتور ادهم، انا عندي عيله لا يمكن تسمح لك انك تتمادى في تصرفاتك دي اكتر من كده. خلاص يا محمود ارجع العربيه. ده تهديد؟ ده اعتبره تحذير. يكون في علمك مش هتطول مليم واحد لا مني ولا من عيلتي. عيلتك دي هتخش الجحور زي الفيران بالظبط لما اعلن عن فضيحتك. الدكتورة اسميها حنان طبيبة أمراض نساء وصديقة ليا. أول ما شافتني عرفت أنا شايلها مادي. بالمناسبة هي ست فاضلة وشجاعة. بعد ما عملت العملية سألتني وأنا حكيت لها كل حاجة بالتفصيل. أنا أعرف أدهم الغرباوي وأعرف مراته. مراته الأمريكانية؟ لا، مصرية. كانت بتتابع عندي وخلفت بنت. عندي عنوانها ورقم تليفونها، هي تقدر تحكي لك كل حاجة عن أدهم. لو الدكتورة قالت لي الحكاية دي قبل ما تعمل العملية كان ممكن. كان ممكن يا دكتورة؟ شرعا ممكن تحتفظي بالبيبي والأب ملزم إنه يعترف بيه، وإذا شكك بده ملزم برضه إنه يعمل تحليل دي ان ايه. لا، ما كنتش عايزة طفل منه، ما كنتش عايزة يطلع شبهه. اقطع على كاميرا 4. هبة، مالك يا هبة؟ هبة ما ينفعش كده، انت مذيعة. نصحوني اني ارفع قضية خلع ورفعتها فعلا. البيت طلع رغم اللي هو فيه ورغم المكان الرفيع والوظائف المحترمة، طلع صياد لثروات السيدات الأغنياء، أنسات وأرامل ومطلقات. بس مراته اللي كان زبون عن الدكتورة حنان كان ليها موقف مشرف. جت المحكمة وشهدت معايا وجابت بنتها معاها، وحكمت المحكمة فعلا بخلعه. كل ده عادي، ممكن يحصل، بيحصل لناس كتير كمان. انتي اتقبض عليكي ليه؟ السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد سيادته أداء اليمين المهندس هشام فتحي وزير للكهرباء والطاقة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة لايدن في هولندا، الدكتور وليد العربي وزيرا للصحة، نقيب الأطباء سابقا والأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتور باهر كمال وزيرا للتربية والتعليم والعميد السابق في كلية الآداب بجامعة أسيوط،
الدكتور سمير رشواط وزيرا للزراعه الحاصل على جائزه الملك الصالح في مجال استصلاح الاراضي. الدكتور ادهم الغرباوي وزيرا للتنميه الماليه قد عمل سيادته كخبير اقتصادي في دوله الامارات العربيه المتحده، كما حصل سيادته على الدكتوراه من جامعه ميتشيغان في الولايات المتحده الامريكيه. هانم محترمة من فضلك، لو حضرتك عندك مشكلة اتفضلي قولي عليها. من فضلك يا أنا عارفة أنا بعمل إيه. أنا بسأل سؤال، لا بعمل مظاهرة ولا أنا سبت مفخخة عشان تخافوا مني. أنا معايا بطاقة رقم قومي واقفة في الشارع، والشارع ملكية عامة، لا قرب يكون مرور ولا أفعل أي شيء عدواني. في إيه يا هيثم مالها؟ زي ما حضرتك شايف يا فندم، بتقولي إنها واقفة في ملكية عامة وإنها ما عندهاش طلبات. في ايه؟ ما تيلا من هنا. انا واضح انك ست محترمه ومش بتاعه مشاكل، قولي لي طلباتك ايه قبل ما الموضوع يكبر. انا عايزه حد يجاوبني على السؤال المكتوب. جاوبها يا هيثم. زي ما انت شايف يا فندم. اهلا يا فندم. لا الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش اسم الوزير ده. لا الحقيقه يا فندم انا ما سالتهاش وهي ما قالتش. تصبح على خير يا فندم. احسن حاجه يا استاذ انك تقفلي التليفون لان كده مش هتخلصي. عندك حق. الو. ايوه يا فندم. حاضر معليك. افتحي تليفونك يا أستاذة وردي على المكالمة. ألو؟ أيوة يا فندم. أنا عارفة إن سيادة الرئيس أكيد عايز يعرف مين هو الوزير. ايوه يا فندم انا عارفه ان احنا ما عندناش وزاره اسمها التنميه الماليه، بس زي ما غيرنا اسم الوزير كمان غيرنا اسم الوزاره. الضيفه هي اللي طلبت التغيير يا فندم مش احنا. لو عايزين تعرفوا حضرتك ممكن تسالوها. تصبح على خير يا فندم. ايوه حنان. تخصني؟ مال بس هما وعدوه. انتي عرفتي ازاي؟ اقول له ايه بس؟ طيب باي باي يا حنين. سيادتك مستعجل قوي. انا سمعت يعني ان موضوع التغييرات ده نام. المره دي على غير العاده ما جالوش نوم. عايزك تبقى تفتكرني بالخير يا كريم. هو في اخبار عن سعادتك ولا ايه؟ كلها اشاعات يا ابني. ساعات وهتعرف كل حاجه. المهم الواحد وهو ماشي ما بياخدش معاه غير
ذكرياتي الجميلة. انت كنت عايز حاجة يا كريم ولا جاي تودعني وداع مبكر؟ الله يبارك فيك. شامم ريحه اخبار منعشه يا رب. اتفضل. وبالمناسبه دي تفضلوا يا جماعه اقعدوا. ايه فعلا؟ طب الحمد لله. حلقه مميزه وانا حافظها صح. انا ما عرفتش اشوف الحلقه، كنت بقعد على الاستحمام. بصراحه البرنامج بتاع انا شفتها يا فندم. البرنامج بتاع نهايه المساء بدايته بيتكلم عن وزير، بيتكلم عن وزير. ما فيش وزير ده، بيقولوا ان هي وزاره، ما فيش وزاره اسمها تنام. بهدلته. بس انا عارفه الوزير. أصدر السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتعيين عدد من رؤساء التحرير بالصحف القومية. في مؤسسة بلدنا تم تعيين شريف صبحي رئيسا لتحرير الجريدة ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة خلفا لأحمد جاد، وإسلام جودة رئيسا لتحرير الأهرام الاقتصادي. إبراهيم كريم، الحمد لله إنك جيت. أنا قلقت عليك قوي يا حبيبي. إزايك؟ انت السبب في استبعادي يا هاني، انت وبرنامج الزفت بتاعك. حلقه امبارح هي اللي ضيعت مستقبلي. كل ده بسبب عنادك وغباوتك والانانيه اللي لابساكي من فوقك لتحتك. لا يا كريم، رئيس التحرير معروف من اول امبارح. شريف حنان حتى هي اللي كلمتني وقالت لي انا كلمتك كتير وكنت هاجي لك حتى الجورنال، بس لما ما ردتش عليا قلت اكيد انك عرفت. كدابه. لا انا مش كدابه يا كريم. انت ايه؟ عايز تلبسها لي وخلاص؟ تلبسها لك ده ايه؟ انت مش شايفه نفسك؟ انت لعبه بلاستيك، بغبغان بريش ملون. اذا كنت فاكر نفسك بتعرف ترقص، في ناس بيعرفوا يرقص احسن منك. فوق لنفسك، حاول تكبر وتسترجل شويه يا بيبي. مشاهدي برنامج نهاية المساء بداية الصباح، أنا هبة يونس مقدمة البرنامج. اللي انتوا شايفينه ده حقيقة مش ادعاء. أنا واكلة علقة موت. كان عندي ضيفة المفروض تحكي لنا حكاية جديدة من حكايتنا، بس اعتذرت لها لأن أنا ضفت البرنامج. أنا الضيفة المقهورة المضروبة.
عمري ما كنت اتصور ان انا اللي بحكي حكايات الناس اتحول لحكايه، بس الظاهر ان محدش احسن من حد. المخرج مصمم ان احنا نروح فاصل، ولذلك فاصل ونواصل. هبه انت كويسه قوي؟